مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج منا والناس. النهارده هنتكلم عن مواضيع كتيره جدا، مشاكل اسريه جات لنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك، وهنتكلم برضو عن الاحلامكم وهنفسر كل احلامكم. الاول ارحب بالجميله ملكه تفسير الاحلام منا النجار، اهلا بيك يا استاذه منا. اهلا بيك يا سالي، واهلا بكل المشاهدين، ويا رب النهارده تكون حلقه خفيفه لطيفه على الجميع، ان شاء الله يكون فيها الافاده والاستفاده لنا كلنا يا رب. طبعا قبل ما نتكلم هنقول الاول للساده المشاهدين ايه موضوع حلقتنا النهارده، عن اهم الرؤى اللي بنشوفها في احلامنا اللي بتواكب دلوقتي الاحداث اللي احنا عايشين فيها. والله بص يا سالي، واحلى حاجه في برنامجنا ان احنا مش مخلينه احلام بس، مخلينه احلام واستشارات اسريه وكمان دخلنا فيه الظواهر الغريبه والحاجات الغريبه. حتى احنا دايما لما بنقعد نتناقش مع بعضنا فاحنا اكتشفنا من الاحلام ان احنا ممكن نكون ان احنا مش بنفسرها على الهوا لاي سبب ما، يعني عرفنا من خلالها حاجات كتيره جدا ترعب وتخوف، وانت عارفه كده كويس. فعشان كده احنا بنقول مثلا ايه، لا مش هنفسرها، ما ينفعش تتفسر، فاحنا بنفسرها مع بعضنا، ولا حتى ينفع ننزلها على الصفحه، علشان لازم الناس يبقى عندها تفاؤل، ما تبقاش خايفه كده كده كده. فالحمد لله رب العالمين ان احنا البرنامج بتاعنا بقى مجمع من كل حاجه احنا عايزينها. عايزه اقول لك عندي كميه مشاكل والله العظيم يا منى، جايه لي من امبارح ومن 3 4 ايام فاتوا كمان، مشاكل اسريه، ومن الاسبوع اللي فات كمان عندنا كميه مشاكل. نقيت 2 3 هم دول اللي كانوا بصراحه صعبوا عليا، فهنتكلم فيهم طبعا اثناء الحلقه دي. لا اتفضلي طبعا، عشان هم لهم الحق علينا، احنا طالعين لخدمتهم. لا عايزه اكلمك الاول على ظاهره موجوده حاليا دلوقتي، ظاهره بني كلبون. دي كانت ظهر في احلام، فانا هسيبك انت تتكلمي عنها. هو بصي، هي القضيه اكبر خالص من هي تظهر في احلام. الاول الموضوع الاحلام دي كلها رسائل وانذارات من ربنا لاي حد بيشوفها، والناس اللي عندها شفافيه من ربنا. وعلى فكره احنا دلوقتي الاحلام بقت كثيره جدا عند الناس، بقى الواحد بينام بيشوف بالعشر احلام، يفتكر منهم 3 4. هي دي كلها بتدل على يعني من الامور اللي هي بتدل على قيام الساعه، والله اعلم يعني. فالظاهره اللي انت بتتكلمي عنها بني كلبون صح؟ والشبوره. طب نتكلم في بني كلبون دي. بني كلبون دي جايه من اصلا من كلمه الكلاب يعني، او الكلب. هي طبعا دي ده موضوع كده تفشى فكر اسمه الوجوديه، يعني احنا يعني مجموعه من الناس اطلقت على نفسها طبعا لما دخلت الالحاد وسابت الالحاد وبعد كده الهروب من الدين، فخلقت لنفسها حاجه اسمها فلسفيه الانسان حيوان ناطق. يعني احنا مش هم حاطين لنفسهم بيقولوا لا احنا مش بشر، واحنا ما مالناش رب والعياذ بالله، يعني وما فيش حد خلقنا واحنا حرين نعمل اللي احنا عايزينه. ودايما بتلاقي ظهر فين بني كلبون بالتحديد؟ دي في الدول الاجنبيه كلها، وممكن على فكره كمان في دول عربيه كتيره جدا. هي دايما بتصيب الاثرياء، خلي بالك، اللي هم بيبقى عندهم زهد في كل حاجه وشبعانين، عندهم حاله ملل رتابه في حياتهم، حتى في الاخر بيؤدي للانتحار، هم بيموتوا نفسهم لان خلاص بيبقى عملوا كل حاجه. وهي خلي بالك ظاهره مهينه للانسان جدا، لكن هو يقول لك طب وانا ليه ابقى اتسمى بني ادم؟ وليه اتسمى ان انا ابقى تابع لحد؟ انا تابع لنفسي، اتشكل الحاجه اللي انا عاوزها او اختار الحيوان اللي انا عايزه وابقى الشكل بتاعه. فهم اختاروا ظاهره الكلاب، ان هم في الاخر بيلبس سلسله وحد تاني برضو ساري على فكره بيمسكه ويبدا يمشي بيه وياكل نفس اكل الكلاب ويعمل نفس حركات الكلاب كلها ولبس الكلاب كله، ويبدا يتحول من ظاهره تانيه خالص. طبعا ده يعني والعياذ بالله بيدخل في حته بقى نقول ايه؟ ده عدى الكفر. هو بعيد عن اي ديانه عامه، يعني هو ساب كل الديانات، هو بيقول لك انا مخلوق من الطبيعه انا حر. فدي ظاهره تعتبر ظاهره مرضيه، مش الكفر بقى، احنا خلاص ده بعيد عن الكفر كمان كل حاجه. ظاهره مرضيه بتؤدي الى الموت والانتحار، هو خلاص رايح لاخر مرحله اللي هي ان انا مش عارفه اعمل ايه في حياتي. طب ده تفسيرك يعني الناس دي وصلوا لايه؟ يعني ايه اللي خلاهم يوصلوا للظاهره دي؟ او البني ادم نفسه ايه اللي خلاه يوصل للمرحله دي؟ الالحاد ثم الهروب من الدين. الناس دي بتبقى عايزه تعمل لنفسها كيان، يعني عايزه تعمل لنفسها ان انا لوحدي، انا مخلوق لوحدي، ما حدش خالقني، يعني ما ماليش رب، يعني انا مش عارفه ايه. ما فيش بقى لا ديانه لا يهوديه ولا مسيحيه ولا مش عارفه ايه، ولا خلاص ما فيش القصص دي خالص. فالظاهره دي بقت موجوده كتيره جدا، ويمكن موجوده واحنا شفنا اكتر البلدان حتى العربيه موجوده على فكره. فربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين. فالمفروض كنصيحه مني وليك للساده المشاهدين ان احنا نعلم ولادنا عن الدين ونفهمهم، لان حتى الدين في المدارس بقى بيقول لك اختياري مش اجباري، يعني ودي الكارثه الاكبر. فاحنا المفروض نعلم اولادنا في البيوت ونقول لهم نعرفهم دينكم ايه والدنيا بتقول ايه وربنا ايه ولان في عمليه نسيان فظيعه دلوقتي. حتى في الصلاه الناس بتصلي بس بتصلي عشان هم مسلمين فالمفروض يصلوا. لا، الدين موسوعه كبيره جدا، الدين هو الدنيا هو العالم،
فلازم ان يكون لنا قواعد مؤسسه نعرف من خلالها احنا موجودين ليه، ربنا خلقنا ليه، احنا عشان في ناس كتيره بتقول ايه احنا عايشين ناكل ونشرب ونموت عايشين. لا انتوا فكركم غلط. طب فسرتي بما ان انت بتتواصلي مع ناس خارج مصر، يعني في حد فسرتي له الحلم بالظاهره الجديده دي يعني قبل ما هو يحصل له او قبل ما الظاهره اصلا تظهر؟ لان دي ظاهره فسرنا كتير جدا يا حصلت في الاواخر كتير جدا كتير جدا. الظاهره دي لسه حاصله لها سنه تقريبا، من زمان احنا بنفسر الحاجات دي ومن زمان احنا بنفسر على موضوع الطقس والحاجات دي من خلال الاحلام بنفسرها، لكن لما بتكون تحصل بقى فتلاقي ان احنا في التفسيرات بتاعتنا لازم نقللها ما نقولهاش عشان هندخل بقى في دوشه احنا مالناش فيها. طب بمناسبه الطقس، شفتي طبعا ان في بلد مش فاكره كانت بلد ايه او ايطاليا اعتقد، ايطاليا الظلام كان فيها 3 ايام ما فيهاش نهار خالص، ايه تحليلك للموضوع ده؟ هي كده عايزانا نطلع من هنا نروح. قصه كبيره جدا موضوع الطقس والنور اللي بيتقطع والجو المش مريح والشتاء والصيف وتغيير الجو المناخ المفاجئ والدنيا دي كلها قضيه كبيره قوي، قصه كبيره قوي قوي. طبعا دي حاجه اسمها الماسونيه العالميه، مخططات وحاجات من دي، فاحنا مش هندخل فيها خالص مخططات. علشان ايه؟ طبعا كبيره جدا بين الدول وكده وسياسات وحاجات من دي. فربنا يحفظ مصر والمسلمين يا رب العالمين. ما حلمتيش اي حلم انت بقى بما انك مفسرتي؟ والله بحلم بكوارث. طب ما تقولي لنا قول لنا الحلم كده انت فسرتيه بجد. والله يا سالي بصي انا متفائله وبحب ان انا اخلي الناس يكونوا متفائلين ودايما بقول ابشروا وكده، لكن بالفعل في رسائل بتوصل خطيره وصعبه جدا. ف هقول لك على حاجه، اصل انت دايما بتقولي لي ايه تفسير الحلم لو فسرته هيقع، فساعات بترفضي ان انت تفسري احلام لو وحشه طبعا. هل انا لو فسرت حلم زي ظاهره هتحصل زي الطقس اللي احنا فيه شبوره؟ عايز اقول لك انا كنت جايه من كام يوم في الطريق ضلمه مش شايفه العربيه اللي قدامنا، متخيله وصلت لينا الحل؟ بصي لو احنا جينا نتكلم في القضيه دي فهي قضيه كبيره جدا، عشان اقول لك ان دي لعب في الطبيعه، فمعلش عقليتك ممكن تستوعب الكلمه فخلاص تبحث عنها تدور تعرف المعلومه ومصداقيه التفسير بتاعها، غيرك مش هيبقى فاهم. فالناس البسيطه بتاعتنا ان احنا متعودين عليهم اللي احنا بنحبهم وبيحبونا، فاحنا مش عايزين نتوههم ونخوفهم. ممكن اتجاهات دماغهم تضرب شمال ويمين وكده، ايه ده؟ هو مش ربنا اللي بيغير الطقس، هو مش ربنا اللي خالق السماء، هو مش ربنا. فانا مش عايزه دماغهم تلف خالص في اي حاجه، كل العلوم ان هم يدعم. لكن طبعا الموضوع كبير جدا جدا وخطير على فكره ومش سهل. والناس اللي هي برضو احنا في كورونا دلوقتي وكورونا اللي هي المستجده دي او المتطوره بالشكل اللي هم خايفين منه ومرعوبين منه، انا بقول لكم النهارده افضل من بكره، لكن هنقول الحمد لله رب العالمين على اللي جاي. لكن ربنا يرفع عنا النهارده افضل من بكره. عايزين نتفائل ازاي بقى؟ بصي اقول لك على حاجه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا مش اغبياء، احنا 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 لما بنحب نفكر بنفكر، لكن احنا من النوع اللي احنا بناكل وننام وبنريح دماغنا وبنسيب غيرنا يفكر لنا، وعشان كده احنا دايما في النازل مش بنعلى. يعني المخططات اللي بتحصل حوالينا كبيره وكتيره وخطيره. الكورونا الناس خلاص هي مفكرانا خلاص ده جند من جنود ربنا فمنزله على الناس فبيختار منهم من يشاء وكده، ده سبب من الاسباب طبعا، كله بإرادة المولى عز وجل في الأول وفي الآخر، لكن دي مخطط لكذا لكذا لكذا. مخطط هيبقى فيروس بياخد الناس أرواح الناس، مخطط الطب نفسه واقف قدامه مش عارف يتصرف فيه، لأن هو الطب يعني عارفة مش عارفة أقول لك إيه، بس أنا مش عايزة بس أخش في حتت مش بتاعتنا خالص دلوقتي، عايزة أتكلم بس مش هينفع إن إحنا نتكلم. لكن عايزة أقول لك إن في ظاهرة تانية غير كورونا هتيجي، في حاجات غير كورونا هتيجي أشد وألعن، فحاولوا تحصنوا بذكر الله. يعني خلاص احنا ملاش ملجا ولا فرار ولا هروب الا ربنا في الاول وفي الاخر بالله. فانا مش عايزاكم تفكروا ان موضوع كورونا ده خلاص كده ده النهايه، لا ده مش النهايه، لكن نتحصن منه، لكن هو مش النهايه. احنا نقول الحمد لله في الاول وفي الاخر. بس عايزه اقول لك على حاجه، مش هننكر ان احنا لما بنفتح صفحتنا على الفيسبوك كل شويه وتلاقي حالات وفاه، حد مرض، دي بتحصل لنا احنا زي اكتئاب. عارفه لما تحسي ان الدنيا بتسود قدام عينك لما كل شويه تفتحي الفيسبوك وتلاقي حالات؟ طب انا هقول لك على حاجه يا سالي، بأمانة ربنا انت واحده من الناس مثلا مش تحسي ان موضوع كورونا فرق ما بين الاهالي حقيقي، فرق ما بين الناس في المساجد ناس، في الكنايس، في الشوارع، في كل مكان تلاقي الناس بقت خايفه من بعضها حقيقي. طب دي حاجه مش طبيعيه، احنا عادي احنا من زمان واحنا في امراض والناس بتحب بعضها وبتتخلط مع بعضها وفي حب وفي قرب وعادي خالص. دلوقتي الاخ لو اخوه جاله بيبعد عنه، الابن لو ابوه عنده بيبعد عنه، صح؟ بس ده طبيعي. هقول لك ليه، ما هو ده فيروس قاتل،
فالناس بتخاف على بعضها. والله ما حاجة طبيعية، ما تقوليش حاجة طبيعية، هو ده المقصود، التفكك الأسري المجتمعي الدولي أي حاجة، هو ده المقصود التفكك، ان انا وانتي نبقى في حاله انقطاع. يعني انت لو عندك حد عنده كورونا هتروحي تزوريه؟ والله كان في من قال لك كان على بنيتك؟ كان في ورحتي وزورتي وتعاملتي؟ رحت واتحطيت تحت الرجل، تحت رجله او تحت رجلها طبعا. ده امر طبيعي. طيب هنخرج فاصل وهنرجع تاني على اتفضل اعزائي المشاهدين، هنخرج فاصل وهنرجع لكم على طول، فانتظرونا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، بنتكلم برضه في موضوع حلقتنا النهارده عن اهم الرؤى اللي بنشوفها في احلامنا اللي بتجاري الاحداث اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، مع استاذه منة طلاق. هنرجع بقى نكمل تاني قبل ما ناخد اي اتصال كده بسرعه كده سريعا، تحليلك عن كورونا، يعني اي حد عارف ان حد عنده كورونا يتعامل عادي بدون حذر؟ بصي ما ينفعش اقول عادي وما ينفعش اقول بدون حذر، لا يعني خد حذرك وكلام من ده، واعرف كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لكن ما ينفعش نبعد، ما ينفعش ان انا شفت ناس رمت اخواتها ورمت امهاتها ورمت ابوها ورمت ابنها وراحوا المستشفيات وخافوا وروحوا في الاخر بيموتوا. خلي بالك العامل النفسي اهم من المرض، يعني انا العب على الحته النفسيه ان انا معاكم ما تخافوش كده يا جماعه، ده بيعاملوا بتوع كورونا انهم ناس عندهم جرب، ده حقيقي، ناس عندهم حاجه معديه خالص، والله دي كلها باذن ربنا، رغم ان هي مخططات لكن هي باذن ربنا في الاول في الاخر. لا الاب والام والاولاد لازم هنتعامل معاهم غصب عننا مش هنبيهم. لا مفيش حاجه اسمها مفيش حد بيتعامل، خلي بالك انت لسه بتقول انا واحده من الناس بخاف اتعامل مع ناس غريبه، لكن مش لا قدر الله والدي بنتي، يعني الناس اللي حوالينا صعب ان احنا نسيبهم. مين اللي هيخدمهم؟ لا مش حته بقى مين هياخدهم مش مين هياخدهم، انت في مجتمع، انت في دلوقتي في وقت في توقيت فيه لا بيسيبوا بعض وبيخافوا من بعض. فعلشان ما نهربش من الحقيقه ونقول اشعارات والناس طبعا عارفه وفاهمه الدنيا كلها فيا، لا بيخافوا وبيسيبوا اللي منهم ويرموهم، بالله بيخافوا. طيب ناخد اول اتصال معانا، نسمه مساء الخير. مساء النور استاذه، ازي حضرتك؟ ازيك يا نسمه، عامله ايه؟ الحمد لله. وصلت لنا اهو بسرعه اهو. نعم وصلت لنا بسهوله اهو. الله المستعان. ازيك يا استاذه منى، عامله ايه؟ اهلا بيك يا حبيبتي، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله بخير والله. تستاهل كويسه؟ الحمد لله حبيبتي. يا رب دايما يا رب. معلش عندي ثلاث احلام اقولهم لك في عجاله. اتفضل. اول حلم، اللهم صل على سيدنا النبي، حلمت ان انا فوق سطح وببص لفوق كده في السماء، لقيت اسم الجلاله وبعد كده اسماء الله الحسنى وبقول الله الرحمن الرحيم الملك وهكذا. جميل. في واحده خمسه بتقول لي لا ما تقوليش كده ومتعصبه بالظبط، وبقول لها ازاي ده اسم الله الجلاله. فانا شفتها واسماء الله الحسنى حوضتني كده على شكل دايره، وانا فضلت اردد اسماء الله الحسنى الله الرحمن الرحيم هكذا. ده حلو. طب حلو، ايه ده معناتها ان هي حد طيب، حد جميل، حد عنده شفيه، واحده تتعلم القران وهتعلمه، وبيدل على الفرح الاسلامي، والله اعلم. الحلم الثاني، حلمت بجد المتوفي في بيت وفي فرح بس مفيش موسيقى وكل قرايبنا موجودين، وفي ناس تانية أصحاب مناصب موجودة، جدي كان دخل جوا ويطلع يبص عليه ويضحك لي، وفي بير، البير ده ملون باللون البندي وفي أطفال بتلعب حواليه، وجدي يدخل جوا عند الناس دي ويطلع يبص عليه ويضحك، ده حلم برضه. طيب جميل، يعني هو بيبشرهم بحاله إن هو في رحمة وفي كان في ربنا والحمد لله، وبس طلب بره قدامكم الدعاء وكده، وبيحسكم على حالكم مع بعضكم، يعني دي بشره حلوه ليه وليكم ان شاء الله. شكرا ليك يا نسمه، معانا اتصال تاني. ام محمد مساء الخير. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره منى؟ اهلا بيك يا ام محمد. ازي اخبارك، عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه وستر، الحمد لله. والله يا دكتورة حضرتك، أنا مطلقة. تمام. فأنا جوزي بيجيلي في الحلم، يعني أول بارح جالي في الحلم أنا عندهم وقاعدة مع سلفتي وحماتي. أنا حامل. حامل. وبعدين جت واحدة ضرباني على بطني. فأنا بنقول لها أنت ضربتيني وأنا حامل.
ضربتني كده ليه؟ ضربتني كده ليه؟ قمت بقى على كده يا دكتوره. هو انت منفصله من امتى؟ انا منفصله داخله على 3 سنين، داخله على 4 سنين. مفيش حد تقدم تاني؟ لا ده مش حد اتقدم، ده انا عند ده انا مطلقه. هي بتسالك مفيش حد اتقدم ليكي الفتره دي؟ لا اتقدم كتير، بس انا ما اللي جيني نرفضه كده من غير اي اسباب، كله طيب. رفضان كده من غير اي اسباب ولا حاجه. بصي هي هتتجوز ولكن هي مصدومه ونفسيتها تعبانه والضربه على البطن. ها قولي عايزه تقولي ايه يا دكتور؟ نعم انا صاحبه الحلم، انا صاحبه الحلم. ايوه ما انا بكلم هي بتقولي بتفسر لك الحلم على فكره. حاضر 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 يا حياتي. حاضر، ربنا يصلح حالك يا رب العالمين. شكرا ليك يا ام محمد. بصي يا ام محمد مالكيش دعوه انت يا سالي. بصي يا ام محمد ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك من الحلال، بس انت مشكله ان انت عندك ازمه نفسيه لسه ما عندكيش استعياب بامورك خالص. الضرب على البطن دي وفي بطنك حمل، فهو بيدل على الهم وبيدل على نقول الاكتئاب اللي انت ما زلتي عايشه جواه. ان شاء الله في فرصه حلوه جدا جايه لك، فحاولي ما ترفضيهاش وربنا يصلح لك حالك حبيبتي يا رب. بصي الناس كلها بتبقى خايفه من تفسير الاحلام بتاعتها جدا. حلم طبعا طبعا. طب ناخد اسماء معانا ونرجع تاني. اتفضل. اسماء مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا استاذه منى؟ الله يسلمك استاذه سالي. انا قاعده اهو زيك يا اسماء. عامله ايه؟ معلش والله اصل انا مش عندي القناه، مش عندي القناه. اتفضلي اتفضلي. طيب الله يبارك فيك، بالله عليك طولي بالك عليا حبه صغيره بس. حاضر. انا ابني تعبان شويه فانا عملت استخاره، عايزه اعرف ايه سبب المرض اللي عنده. تمام. حلمت حلم كده صغيرين هقولهم ورا بعض. تقولهم ايه؟ الحلم هقولهم ورا بعض يعني مع بعض صغيرين. طب طيب يلا. الحلم الاولاني قال لي نمت بيقول لي عطشان الحاسدين. الله يسلمك. انا مستمعاكي يا اسماء. معلش يا اسماء بعد اذنك اقفي في حته فيها شبكه بعد اذنك. هاتي بس الاولاني تاني. ايوه كده تمام. اتفضلي. تمام. ايوه حلمت بيقول لي عطشان الحاسدين. الحلم التاني حلمت شفت كده دبين لونهم اسود. دبين لونهم اسود وواحده ست كده لابسه اسود مستخبيه. الحلم التاني حلمت ان حد بيقول لي لسه محسود. ان ايه؟ حد بيقول لي ان ابني لسه محسود، محسود لسه. محسود. ما هو الحلم خلاص، ما هي الاحلام خلاص معروفه يعني. معلش اخر حلم صغنن بصوص ابوه اللي هو حلمت بقطه والده قطط كتير. بس انا ببص كده بقول تخيلت ان هم خنازير صغيره، لما ركزت كده وبصيت كويس لقيتهم قطط صغننه بس كتير قوي. طب يا حبيبتي حاضر. شكرا لاتصالك يا اسماء، واستاذه منى هترد عليك. ربنا يحفظهولك ويعفولك يا رب العالمين من اللي هو فيه. طبعا هو كان فيه سحر للام، كان فيه سحر للام فالطفل هو اللي اتاذى ازاي مش عارفه، الله اعلم. الولد محتاج رقية شرعية ضروري جدا، محتاج حد صادق، حد يتقي الله، يكون طبعا شيخ من المشايخ، الناس الافاضل كتيرة جدا على الساحة، ولكن اختاري منهم يعني وخليه يعمل رقية شرعية للولد. وانا ابشرك ان شاء الله ان ابنك ربنا هيشفيه من الامر اللي هو فيه ان شاء الله، لكن اسعي ما تسكتيش، الله اعلم. طيب نرجع تاني لموضوعنا. انا عايزة اقولك ان جات لنا كمية مشاكل الفترة دي، كانت اكتر مشكلة يمكن وجعتني شوية، تقول لك ان الزوج او الزوجه ما بقوش يستحملوا بعض في اللي احنا فيه دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه. خاصه لو حد فيهم مرض، يعني لو حد فيهم جاله مرض. فكان في واحده تعبت وجوزها ما شالهاش ودلوقتي عايزه ترجع تكمل حياتها معاه بعد ما فاقت. تنصحيها تكمل ولا لا؟ ايه تكمل طبعا، دي مقدره عند كل واحده، مقدره ما شالهاش بعد فتره مقدرة. طويله انا ممكن ما ارضاش، انت ممكن ترضي، انا ممكن ارضى، انت ممكن ما ترضاش، يا ممكن يرضى هو ممكن ما يرضاش، هي مقدره للواحده. وبترجع لكل واحده بقى وحبها للراجل اللي معاها. لكن هو في حاجات تانية بتبقى مبنيه. بص يا سالي، اصل احنا بيبقى موضوع او بتبقى تراكمات، فانا ما اسيبش 1 2 3 4 واروح عند رقم 10 واشيله واقول ده كانت تعبانه فهو سابها وما شالهاش. يبقى في حاجه قبل كده، هو ما شالهاش، يبقى في حاجه قبل كده، في زعل ما بينهم، في مشكله ما. حتى لو في زعل يا منى، حتى لو في زعل في المرض لازم اي حد من الطرفين يقف جنب بعض، يعني لازم في المرض بالذات. معلش في ناس بتبقى قاسيه شويه،
او في ناس بتبقى قلبها جامد شويه، فيقولك اختها معاها، مامتها معاها، ابوها معاها، اخوها معاها كده يعني، فبيحسس نفسه بالامان من جوه او براحه الضمير، فخلاص باخد انا جنب مع نفسي لان انا زعلان منها او انا زعلانه منه، فاهمه؟ لكن ما يعني مستبعدها خالص، يعني ان زوج او زوجه يسيبوا بعض في الموقف ده الا لو في امور تانية مترتبه على اخر. طبعا وانت في عندك امور وانت مش هتحكيها، طيب يبقى ناخد الاتصال. طيب اللي معانا هي اللي بتهرب لا في مشكله هقولها لك برضو دلوقتي. اتفضلي مريم. مساء الخير مريم. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. الو. ايوه اتفضلي مريم، سامعينك اتفضلي. هاي سامعينك اتفضلي. طب شكرا لاتصالك وحاولي تتصلي بينا تاني يا مريم. ام ابراهيم مساء الخير. مساء النور. ممكن كلمه منى؟ معاكي يا استاذه منى اتفضلي. ماشي بعد اذنك يا استاذه منى. اتفضلي. عندي حلمين. اتفضلي. اول حلم حلمت ان انا كنت رايحه احفظ درس القران عند الشيخ. الشيخ ده ميت. الشيخ ده ميت حاليا. فالمهم ان انا كنت بحفظ الكام ايه اللي انا كنت بحفظهم، مش عارفه احفظهم. بس اللي انا فهمته من الايات ان سيدنا ابراهيم من بعد سيدنا زكريا من بعد سيدنا ابراهيم، يعني مثل سيدنا زكريا من بعد سيدنا ابراهيم. تمام. الحلم الثاني حلمت ان مامتي بتعمل عجين. تمام. بس العجين ده حطت عليه ملوخيه. ملوخيه؟ طيب جميل. وانا اكلت منه معلقه. تمام. بس كده. حاضر شكرا ليك. شكرا لاتصالك يا ام ابراهيم. سيدنا ابراهيم وسيدنا زكريا لما يقولها في الحلم فهم بيبشروها بالعلو والرفعه، بيدل على خلفه الولد النبي الزكي وبيدل على حب الناس حواليها، لكن هي هتمر ببعض المحن الشديده، لكن هي حموله ما شاء الله عليها. عجين بملوخيه بيدل على كلام فيه عدت ولدت وحاجات كتيره، ولكن الملوخيه لما اتحطت فحصل فيها يعني حسن الكلام. يعني انا والله ما اقصدش الكلام اللي انا بقوله، بس هو بتكلم كتير بس والله ما اقصدش الكلام اللي انا بقوله، فمن قلب للقلب الرسول زي ما بيقولوا، فخلاص في حسن نيه ما بيني وما بينك. ودايما حاولي وانت عايزه تتلخبطي في كلام مع اي حد، اختاري الناس، بلاش اي حد، عشان في حد بيستحمل، في حد متعب مقرف ما بيستحملش وممكن يلخبط عليكي كمان. طيب نرجع نكمل موضوعنا. في مشكله بقى تانية ودي اللي انا كنت عايزه اكلمك فيها النهارده. واحده كانت مطلقه بقى لها فتره، وقبل ما تتطلق عرفت واحد واتجوزته، يعني قبل ما تتطلق عرفت شاب وقال لها اتطلقي واتجوزت على طول. يبقى كانت متجوزه؟ كانت متجوزه الاول وعرفت اثناء وهي متجوزه، كانت خلاص اصلا رفع قضيه خلع. على فكره بس يعني انا عايزه بس اقول للناس على حاجه، سال دي المشاكل يا جماعه اللي انتوا بتبعتوها وانتوا طبعا بتبقوا قايلين لي سالي، مش عايزين نذكر الاسماء. يعني كذا مره وفي ناس على فكره بتبقى حابه ان تطلع معانا واحنا بنقول لها لا، خايفين على مشاعرها على شكلها بعد كده وهي ماشيه في وسط الناس، فاحنا بنمنع. والله صاحبة المشكله كانت عايزه تطلع لان هي اصلا انفصلت. هي انفصلت، ما انا جايلك في الكلام. هي انفصلت وبتقولك ان هي اتجوزت اللي هي بتحبه، لان هي عرفته في فتره الخلع، يعني هي كانت رافعه خلع وعرفته. تمام. وهي رافعه الخلع، يعني مش حاسه بان هي كانت عارفه ساعه الخلع ليه؟ يعني مش كان مشكله بشوية. لا ما فيش حاجه اسمها مش مشكله، اصل انت تيجي عند القضيه دي وما فيش حاجه اسمها مش مشكله، علشان نعرف نحللها الحاجه شرعا وعرفا وكل حاجه في كل حاجه، فلازم نعرف قواعد الموضوع ايه كله. فان هي عرفته بعد الخلع وبعد كده مش مشكله، مش يبقى انت عندها اكتر من المشكله اصلا. عرفته ساعه ما كانت متجوزه وبعد كده سابت جوزها فجوزته ومعها 4 اولاد واتجوزته وعاشوا 5 سنين كويس جدا مع بعض. بس هو ما كانش عايز يقول لاهله لان هو من بلد من الصعيد، ما ينفعش يقول لاهله ان هو ياخد حد من بره العيله. ماشي. ده اللي هي قالته يعني. تمام. طيب. المهم عاشوا مع بعض 5 سنين في منتهى السعاده لحد ما اهله عرفوا ومراته عرفوا. طبعا الموضوع بيتصل بيه ما بيردش عليها، بتكلمه ما بيردش عشان نادله مش راجل. ما انا جايلك في الكلام اهو. المهم هي حست ان هو ايه بيخلع منها. قعدت 6 شهور ما تعرفش عن جوزها حاجه خالص. خالص. جابت منه اولاد؟ لا. هو ما كانش عايز يتخلف، هي معاها 4 اولاد وهو ما ينفعش لان هو مش عايز يقول لاهله. تمام. بتقول لك حبت ان هي تتكلم معاه بالود، ما عرفتش لحد ما كلمت اخوه وابتدوا يهددوه. فبتقولي انا بفكر عايزه ارجع لجوزي الاولاني، فببدا اتكلم معاه لقيته بيهاجم فيا لدرجه ان هي فكرت تنتحر. يعني هي عايزه ترجع له تقول له معلش انا خنتك وحبيت واتجوزت عليك وجوزي رماني فانا رجعت لك. طبيعه الرجوله ان هو هيرفض. ما هي ندمت على جوزها لسبب، بتقولي قعدت اقارن بينه وبينه بعض الاثنين شريط حياه. ما هو السوداء المقارنه،
قبل وبعد. والكارثه السوداء ان 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 في بعض الستات، وهقول لك على حاجه، فئه كبيره برضو من الرجاله للاسف بقت شخصيتهم زفت في الارض، والله العظيم والله العظيم في الارض. انا دلوقتي بشوف والله والله يا سلوى على يدك في مشاكل بين الراجل والست، بدل الست اللي تعيط الراجل هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيعيط. والله العظيم بيعيط. احنا كان في مشكله معانا، مش كان معانا استاذ هاني من فتره وكان طلع معانا وغيره على وغيره، يعني بدون ذكر اسماء اي حد وغيره. احنا في كارثه يا جماعه، والله في كارثه بكل المقاييس. وفي الاخر لما احنا بنقول ان 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 الست بتخون تخون ليه، والست اللي طبعا هنقول اهم حاجه الدين، واهم حاجه تكون بنت اصل، واهم واهم واهم، بس انت بتدي الفرصه، انت بتدي المجال، انت ما انتش راجل، يعني خليك راجل في بيتك. الراجل مش شكليات يا جماعه، الراجل مش بنطلون وقميص، الراجل مش شنب في الوش، الراجل مش يا جماعه راجل، يعني راجل طبع، الراجل الحر، الراجل اللي غير على اهل بيته، الراجل اللي يدي للكلام مواقف. فين الرجوله؟ فين الرجاله دي؟ الرجاله راحت فين يا سامي؟ طبعا هو في رجال، بس هو انا بتكلم على 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 معظم 80% يعني كتير. ما هو احنا بنتكلم على المشاكل، احنا مش بنتكلم يا سامي من فراغ. حبيبتي انا عايز اقول لك ان هي بتكلمني، هي كلمتني ماسنجر، يعني هي كلمتني على الخاص في الرسائل وقعدت تكلمني صوت من كتر قهرتها. والله العظيم يا منى انا قلبي وجعني، ما بقتش سامعاها. بصي هي لو رجعت له حياتها كلها هتبقى جحيم. طب طبعا استأذنك عشان استاذ علي عمال يقول لي بس معانا اتصالات. طيب اتفضل ناخد الاتصال معانا. ام علاء مساء الخير. مساء النور، ازيك يا استاذي؟ الحمد لله، اتفضلي. ازيك يا دكتوره؟ ازيك دكتوره مني؟ اهلا بيك يا حبيبتي. لو سمحت يا دكتوره، احنا حلمت حلم. اتفضلي. حلمت ان انا اشتري ارض. تشتري ارض؟ اشتري حته ارض. ارض. فانا رحت اشتري الارض اللي جبت، يعني في اثنين اشتروها. تمام. فانا اقول لهم انتوا ليه اشتريتوها من غيري؟ انا كنت عايزه اشتريها انا الارض دي. فراحوا قالوا لي خلاص انت خشي شريكه معانا في الارض. قلت لهم ماشي. راحوا قبل ما جابوا لي العقود مضيت معاهم، يعني قالوا لي تمضي ولا تبصم؟ قلت لهم لا ابصم. راحوا بصموني. طب كويس جميل. بعد جدتي راحوا قالوا لي، قلت يعني انا عايز اعرف نصيبي كام، يعني ان انا ادفع كام يعني. راحوا قالوا لي تدفعي نصيبك 200,000. فانا قلت طب انا اجيب منين ال 200,000 بعد انا مضيت يعني؟ طب استنى على الاول اصور يعني جوزي وعيالي. راحوا قالوا لي لا ما ينفعش، انت خلاص بصمتي واشتريتي معانا خلاص بقيتي شريكه معانا، ما ينفعش ان انت تروحي يعني ترجعي في كلامك تاني يعني. هو طب خلاص. انت معاكي صبيان؟ معايا ثلاثة. ربنا يبارك لك فيهم. قد ايه اعمارهم قد ايه؟ واحد عنده 26 سنة، واحد عنده 19 سنة، واحد عنده 11 سنة. طب انت صحيا تعبانة من حاجة؟ يعني انا ذات نفسي يعني تعبانه ولا في حاجه في نفسي يعني تعباني؟ ايا كان نفسك، بس المهم حاجه مأثره فيك صحيا. في حاجه مأثره في نفسي. طيب تمام، حاضر، شكرا لاتصالك يا ام علاء. واستاذه منى هترد عليكي حالا. بص، ربنا يحفظ لها ولادها يا رب العالمين. ال 200 بتاعه الارض والارض اللي هي بتشارك فيها وبتكتب العقد والكلام ده، فربنا يحفظها يا رب، ان شاء الله في خير لها قدام. لكن عايزاها ان هي تحافظ على صحتها جدا، لان هي من النوع اللي بتضرر جسديا جدا. في حد عندها من اولادها اتنين، لان عندنا رقم اتنين بتوع الارض اللي هي دفعتهم وكده، محتاجين نقولوا ايه، محتاجين عنايه شويه من الام ونصايح وتوجيهات ضروري جدا الفتره الجايه. والله اعلم. شكرا لاتصالها. هنخرج فاصل وهنرجع على طول. اتفضلي اعزائي المشاهدين، هنخرج فاصل وهنرجع لكم على طول، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين ومنا والناس، ونكمل مشكلتنا اللي معانا النهارده مع استاذه منى طلال. اتفضل. انا بصي قلت امسك الموبايل اقراها احسن، لان هي كتبتها لي وبعدين اتكلمنا مع بعض. اتفضل. بتقول لك انا عرفت بني ادم وانا متجوزه، بالنص اللي انا بقوله لك ده، عرفت بني ادم وانا متجوزه وفي اخر اثناء فتره الخلع، وكان معايا 4 اولاد. عرفت شخصيه مرموقه جدا، وشخص اكبر مني في السن ومحترم جدا جدا، وشخصيه معروفه وعلى مستوى اجتماعي عالي جدا، اعلى مني ماديا واجتماعيا، وده طبيعي. المهم كملت اجراءات الخلع بتاعتي وانفصلت عن ابو ولادي واتجوزنا انا وهو، وكان شرطه اهم حاجه ان ما ينفعش حد من اهله يعرف. بس خلي بالك، وكملت اجراءات كملت اجراءاتي في الخلع زي ما انا
زي ما احنا متفقين. اه طيب حلو. هي لما كلمتني انا بقرا المسج المكتوب عندي، لكن هي لما كلمتني قالت لي انا كنت رافع اساسا خلعه وعرفته اثناء الخلعه. ممكن ما تكونش حابه تقول لي انا بتكلم على المسج اللي جات لي او الرساله اللي جات لي. ما احنا عشان نكون منصفين برضو يا سالي، انت احنا قلنا الرساله، انت قلتي المشكله بلسانك واحلى عشان الناس تسمعها احسن كمان من الرساله وانت بتقريها، لكن ده للمصداقيه لان اكيد هي قاعده سمعانا. انا رايي ان طالما ندمان على ابو ولادها يبقى هي اتطلقت عشان خاطر ده. تعمل ايه طيب؟ ما انا بقول لك هي عشان خاطر ندمان على ابو ولادها، لان انا لو انفصلت عشان انا عايزه انفصل عمري ما هندم على ان انا اتجوزته التاني، لان انا هو ما خربش بيتي، انا اوريدي كان بيتي مخروب. يعني مفيش، مش شايفه ان كان بيتها مخروب. انا شايفه من الرساله بقى دي دلوقتي غير ما انت قلتيها خالص، ان هي راحت ورا مطامع معينه، جاه وسلطه ونسب وحسب ودنيا وليله كبيره قوي، هي كانت راحت للاسف الشديد وراها، خربت بيتها وسحبت اربع اولاد وراها. يبقى جوزها ما كانش عنده مشاكل ولا في اي عيوب على فكره، ما كانش عنده عيوب، ما شتمتش ولا اتكلمت عنده كلمه وحشه على في الاخر. بتقول لك انا بقارن. لا انت مش بتقارني، انت هدمتي الاول انسان وخليتيه ان هو في نظر نفسه مش راجل ولا يسوى اي حاجه، وصغرتيه وسط الناس، خليتيه بيقولوا هلهوله زي ما بيقولوا يعني. هو اكيد هيبقى صعب عليه قوي الرجوع. لكن اقول لك على حاجه برضو كويس، انت ممكن في فتره من الالتزام المعين وان انت تبداي بقى تحتوي بناتك او ولادك او ايا كان اللي معاكي ايه، تاخدوه في حضنك تاني او تستقري مع نفسك في مكان معين محترم، ويبدا الاولاد ان هم يكلموا ابوهم ويشوف حياتك بقت عامله ازاي، وان انت بقيتي يعني ايه في حياه فيها استقرار وفيها ايه نقوله فيها ايه التزام اكتر. علاقتك بربنا دي بتاعتك انت اللي هتتحاسبي عليها. انا عايزه اكمل لك المشكله. اتفضلي يا حبيبتي. هكمل لك بقيه المشكله عشان تقولي رايك بالكامل، لان انا اتكلمت معاها بصراحه. قالت لي بدايه اعجابي بالشخص ده لقيته بيفتحني انه معجب بيا. جميل. وانا ما كنتش في دماغي اي نوع من انواع ان انا اتعرف بشاب حتى او ارتبط بيه. بيفتحني انه معجب بيا وعايز يتجوزني، وانا ابتديت ابادله نفس الشعور واحده واحده. ساعدني ان انا اشتغل، ساعدني ان انا اقف على رجلي في حاجات كتير، لدرجه ان انا حبيت حبه ليا وتعلقت بيه جدا. وكنت واثقه كل الثقه ان في يوم من الايام ده هيكون سند ليا، في يوم من الايام ليا ولولادي. تمام. اتجوزنا امام الله ورسوله بدون عقد زواج، ولم يعرف احد من اهله تماما، كانش حد يعرف خالص غير اختي. انا بقرا لك الكلام زي ما هو. وهو قال لي ووعدني ان ده الوقت معين وهيتم اعلان الزواج فيه. الكلام ده بقاله 5 سنين قاعده مستنيه ان الجواز يتعلن قدام الناس زي ما هو وعدني بيه. انا ما انكرش ان هو واقف جنبي وساعدني كتير، وحصل بينا خلافات بسيطه بس كانت بتحصل من اي 2 متجوزين. لما ابتديت اقول له ان انا عايزه جواز رسمي قدام الكل ولازم اهلك يعرفوا لان احنا ما بنعملش حاجه غلط، قال لي اديني مهله اسبوع، وفجاه لقيته عمل لي بلوك على الخط ومش بيرد عليا ولا بيكلمني، لكن متابعني وبعرف ان هو متابعني. عدى شهرين وانا ما اعرفش عنه حاجه، وبعدين قال لي حقك عليا ورجعنا تاني، ورجعنا كويسين جدا. قال لي وشهر وانا هنفذ اللي احنا اتفقنا عليه، واللي خليكي تستحملي كل ده يخليكي تستحملي شهر. استحملت. مراته ابتدت تعرف ان هو على علاقه بواحده تانية، واهله كمان، وده ممنوع عندهم، عاداتهم وتقاليدهم منع ان هو يتجوز حد من بره العيله، لان هي قايله لي البلد ايه كمان. المهم بتقول لي بعد ما هي عرفت وبعد ما اهله عرفوا لقيته فجاه عمل لي بلوكات، فجاه ما بقاش يكلمني من 27/12/2019، دي حافظه التواريخ ما شاء الله. ابتدى يتغير معايا، رجع لي شهرين وبعدها قطع تماما وما اعرفش عنه حاجه. كلمت اخوه عشان خاطر احنا متجوزين بعقد عرفي، قال لي انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، واتصل بيا هددني لو فتحت بقي تاني مش هيحصل لي كويس. الفكره ان انا عايزه انهي علاقتي بيه عشان اقدر اتجوز غيره لو في ليا نصيب مع حد تاني، ولكن انا مش عارفه اتصرف ازاي. ابتديت اقارن بينه وبين جوزي الاولاني. الحق يتقال في حقه، الحق اللي يتقال في حقه ان هو عاملني احسن معامله، ولكن كنا مختلفين نفسيا وعاطفيا وجسديا في كل شيء. دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه، لدرجه ان انا فكرت في الانتحار اكتر من مره. عشان ايه تنتحر؟ عشان ايه؟ لانها بتحب جوزها التاني، وفي نفس الوقت مش عارفه ترجع حياتها الاولانيه، وماديا هي مش قادره تعيش لوحدها بدون سند راجل. والاربع ولاد لما تنتحر هتوديهم فين؟ قالت انا مش قادره اكمل حياتي، ارجو حل، ولو تقدروا تساعدوني ساعدوني ان انا بموت وبتدمر بدل ما انتحر. ما هو ما احنا هنساعدك لو انت مش انانيه، ف
فما تزعليش من كلامي، ممكن كلامي يوجعك شويه. انت انانيه قوي يعني. لحد المشكله كلها لسه بقولها، بحكي بسمع المشكله كلها، خلاص انا تعاطفت وقاعده بسمعك وبفكر وبشوف ايه الحلول، بشوف ممكن نساعدها ازاي كده. طول ما انا ماشيه معاكي عماله بفكر وانت بتحكي، لكن فكرت في الانتحار عشان بحبه؟ لا لا، مش بحب انا الحته دي بقى. يعني هتنتحري عشان راجل رماكي واربعه يموتوا؟ طب ما ده الاولاني يغور والتاني يغور والتالت يغور والعاشر يغور وولادي اخوتهم حبايبي اللي طلعت بيهم من الدنيا. هي ليه الامومه بقت فيها قسوه كده؟ ليه الامومه ما بقتش امومه اصلا؟ ما عادش في بعض النساء ما عادش عندها الرحمه ولا عاد عندها الدين ولا الدين ولا المسؤوليه ولا اي حاجه في اي حاجه. ليه بقيتي تفكري في نفسك؟ انا مش قادره اعيش، مش قادره تعيشي، مش قادره تكمل حياه. ليه؟ الضغوطات اللي بتقولي نفسيه وماديا. انا خلاص انا كنت عايشه في مستوى عالي جدا، ما هي مش عارفه مين، هي مش عارفه ترجع لحياتها القديمه ولا قاعده ليه تروح تموت وهم لهم رب كريم. بصي دي اهانه، يعني هي بتهين ولادها مش بتهين نفسها. اول حاجه انت لما تيجي تنتحري وتموتي، معلش ما خلاص، هو الدنيا بتمشي، الدنيا مش بتقف على حد، لكن انت هتسيبي بصمه عار لاولادك. امهم اللي سابت ابوهم وراحت اتجوزت واحد تاني وجوزته عرفي فرماها عشان هو واو وهي ايه وكده فرماها. طب ففي الاخر راحت اتصل الاول عشان استاذ علي عمال يقول لي في اتصال في اتصال. لا وقبل والله الاتصال يا سالي، يعني انا عايزاكي لو انت بتسمعيني دلوقتي، انت صعبانه عليا وانا متضايقه منك 90%، صعبانه عليا 10%. انت حطيتي في نفسك في موقف مذله وضعف، شيليه واستحمليه. حبيت واتجوزت وقعدت كام سنه؟ لا انفصلت من 5 سنين، هي ما قالتليش بقالها قد ايه متجوزه، هي قالتلي انفصلت من 5 سنين. قعدتي يوم اتنعمتي فيه وطيستي فيه واتشخلعتي فيه واتبسطتي فيه، بتاعتك انت اللي عشتيه وانت اللي اتمتعتي بيه مش ولادك. انت ولادك يا عيني بتاخدوهم من هنا لهنا، بتحركيهم من هنا لهنا، انا هتجوز ده تعالوا معايا، اروح اتجوز ده تعالى معايا. فبلاش اهانه ومرمطه ليهم اكتر من كده. لو في بنات خافي على سمعتهم، لو في صبيان خافي برضو على سمعتهم، دلوقتي الصبيان يتخاف على سمعتهم اكتر من البنات كمان، خافي على سمعتهم رحمه بيهم لان هم كده غلابه. لما تيجي واحده تقول انا عايزه اموت نفسي وانتحر علشان الحبه والهلهبه والكلام الخربان ده، يا ستي ده احنا حتى في كورونا وفي زفت يعني. فاستحملي كورونا ما يعدي وحافظي على الاولاد، ما تستعجليش على الموت، ما حدش بيطلب الهلاك لنفسه. هقول لك الدور بس انا عايزه اخد الاول الاتصال. اتفضلي. نور مساء الخير. حرام عليك صوتك يا سيدي. نور ممكن تقفي في حته فيها شبكه وحته هاديه شويه؟ الو. ايوه يا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. سامعاكي يا نور، اتفضلي. لو سمحتي انا حلمت حلم. اتفضلي. لو سمحتي انا حلمت حلم. نور ممكن توطي التلفزيون بعد اذنك وتسمعينا من التليفون؟ نور عايزانا نكمل المشكله. طب ميه عجرب كتير. لا حلمت اختي يعني فيلم يعني ان هي تشرب ميه فيها عجرب كتير. ماشي. شكرا. طب شكرا لاتصالك يا نور. هي في مشاكل روحانيه كثيره قوي، عندها مس وعندها مشاكل ومر على السحر في حاجات كثيره قوي في حياتها. رقيه شرعيه والتقرب الى الله فورا. يلا مش عايزين بقى تليفونات يعني يا جماعه، يعني ادونا لحظه، لان والله بتبقى الواحده عارفه بتبقى مستنيه الرد فارغ الصبر، وانا عارفه بتبقى قاعده تعبانه جدا وقاعده منهاره وقاعده الله اعلم بيها. كل واحد بيبقى عنده همه ومشكلته ووجعه، يمكن يكون مفكر ان هو الوجع الوحيد اللي في العالم، ما فيش زي وجعه، كل واحد عنده مشكلته كبيره جدا. بس الكل مكتئب والكل عنده مشاكل، ما فيش اسره موجوده فيكي اللي حوالينا. والله البعد على الدين، البعد عن الدين ده اكبر كارثه واكبر مشكله. بص يا سيدي هقول لك على حاجه. يعني مثلا مشكله الاخت دي، عايزه اقول لها فوقي بسرعه، فوقي لاولادك، خلاص ممكن تعيشي لاولادك، ممكن تمتعيهم هم بنفسك، ممكن تتزوقي وتتظبطي عشان ولادي يشوفوني حلوه، ممكن تهتمي بصحتك وتعملي دايت وتخسي وتبقي قمر عشان خاطر ولادي الصحه تبقى لهم هم، ممكن اقلبز وابقى تخينه وابقى جميله عشان ولادي يشوفوني بطايه حلوه في البيت، اعملي كل حاجه حلوه انت نفسك فيها لاولادك. هم هو جوزك وحبيبك ودنيتك وهم ولادك.
فعشانه بشويه. طب ايه رايك نقسم نقسم المتعه بتاعه حياتك؟ اتجوزت الاول واحد طيب ابن حلال غلوبه، ركنتيه ما عجبكيش، فيلا مع السلامه زحلقته، خدت التاني الغني اللي شخصيته حلوه، ابن الناس، ابن مش عارفه تت تت تت. استاذنك معانا اتصال عمالين يقولي في الكنترول روم. طيب اول خط قطع يا جماعه، انا قلت لكم هنكمل المشكله. الو مساء الخير. مساء الخير. نكمل المشكله. امال مساء الخير. نور. مساء النور. ايوه اتفضلي. بصي حضرتك، انا كان في حلم كده من 5 سنين. تمام. 5 سنين. طب يلا. وفاكره كان حلمت امبارح يعني. اتفضل. كان في حفله عندنا في الكليه، تمام. فكان حاضر معانا الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبعد كده انا قمت اجيب حاجه، فهو في حاجه كان في ميه قدامنا. معاكي سامعينك يا امال، اتفضلي. هو وقع في الميه، فهو يعني كان في الحرس معاه وكل حاجه، بس الحاجه دي عشان يطلعها هو اللي ايه نط في الميه. فاول ما نزل في الميه كان على يعني كان نايم على وش الميه على هيئه نسر. لا كان هيئه نسر. وانا بهتف فارس يا سيسي. تمام. بتقول له ايه؟ بتهتفي بتقولي ايه يا امال؟ فارس يا سيسي. فارس ان شاء الله عليك، هتتعيني النهارده. فاول ما طلع بقى رحت ماسكه في دراعه كده وقلت له بص انا هكتب لك قصيده. انا بكتب شعر، تمام. فبس فصحيت بقى على اذان الفجر. طب. انا فعلا كتبت له قصيده ونشرت في كذا جريده، يعني اليوم السابع والوطن وكذا جريده يعني. طب حته بس صغيره عايزه افهمها في الحلم، لما شفتيه على وشه الميه كان جاب الحاجه اللي تحت الميه ولا لا؟ عشان جابها احنا كنا بنهتف. بعد ما جابها كان بيهتفوا بعد ما جابها يعني. استني يا سالم، انا بفهم يعني هو جابها وبعد كده خلاص، بس كان على وش الميه ما طرش بقى لفوق. لا 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 ما طرش، هو كان على وش الميه، ما لمست الميه، بس هو كان اللي هو ايه اللي هو تشبيه بقى بالنسر، اللي هو تحول نسر، اللي هو تحول نسر. الريش بتاعه كان مبلول من الميه؟ طلع الرئيس عبد الفتاح. كان الريش بتاعه مبلول من الميه ولا ناشف؟ لا لا كان نسر بني، ما كانش ما لمست الميه. بس ما طارش فوق. لا ما طارش فوق، هو كان جاب الحاجه اللي وقعت دي، بس هو ما كانش باين في الحلم ايه يعني. ما شاء الله. كنت فين من 5 سنين؟ طب لما حلمت الحلم ده يعني. انا حلمت الحلم ده كنت في تانية جامعه، كنت يعني انا متخرجه بقالي 4 سنين. ايوه ما اتصلتيش ليه بعد ما حلمت الحلم ده؟ ما اتصلتيش ليه او فسرتيه ليه؟ انا قلت لكذا حد يعني، وقال لي ان في خير وكده. من 5 سنين كان في خير جاي؟ كان في خير جاي الحمد لله. وجي ولا لا الاول؟ لا انت في خير، ما تحمد ربنا، انت ما بيجيبكش حاجه خالص. لا بقول ليها هي، شكرا لك يا امال. لا لا في خير، في خير. انت غلطتي غلطه شنيعة. لا انا بقول خير ليها هي، جالها ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا في نعمه، وهي برضو ان شاء الله هو بيدل على علو ليها، وان اسمها يكون معروف في يوم من الايام، لان هو بص اي رؤيه رئيس في الاحلام بيدل على العلو لصاحب الحلم. اما رؤيه ان هو نسر فبينزل بيجيب حاجه من الميه وبيطلع وكده، فبيدل على الشخص اللي عنده امور ثاقبه. يعني لما بينشل على حاجه بيجيبها، بياخدها، بيعوزها، تحت اي مسمى او تحت اي منصب. مش عارفه اعك في الكلام ولا اتكلم ولا ايه. مش عارفه اجيب الرؤيه، احجبها شويه. يعني هو بيدل على الرجل الثاقب، الرجل القوي، اللي هو لما بيعوز حاجه بيعملها، بياخدها، ولكن بياخدها بذكاء وحنكه في المعاملات وكده. وبيدل على القائد ده النسر يعني. طيب حلو كده ولا اكمل؟ حلو زي الفل. معانا اسماء. طبعًا. اسماء مساء الخير. مساء الخير. ايوه استاذه منى. اتفضلي معاكي استاذه منى. ايوه انا ماما الطفل اللي تعبان. ايوه حبيبتي اهلا بيكي. ايوه ما سمعتكيش، كنت حكيت ان هو كده عنده ايه. انت في سحر كان ليكي انت، هو اتاذى بسببه. نعم. السحر كان في سحر معمول ليكي انت، هو اتاذى بسببه. فانت طيب افصلي وانا هقولك. كان في سحر، السحر ده كنت انت المقصوده بيه، ولكن هو اللي اتاذى بيه، عمل له المشاكل اللي في حياته دي كلها.
فانا اعملوا له رقيه شرعيه، شوفي حد امين حد كويس من المشايخ الموجودين وخليه يعمل لك رقيه شرعيه لابنك ويمشيك على برنامج معين، وان شاء الله ربنا يشفيه لك وهتبشرنا بكل خير ليه ان شاء الله. سؤال قبل ما نخش لمشكلتنا، يعني ايه هي المقصوده بالسحر؟ يعني سحر معمول على ارض وهو ابنها اللي عدى عليه؟ اصابه، لا ممكن تكون شايلاه اصابه فهو اللي اتاذى. انا ممكن تكون في حد عامل لك انت سحر، ولكن هي بص اصل هو الجن المكلف ده ساعات بيبقى فيه جن زي البشر بالظبط، واحد مروش، واحد خفيف، واحد بيحب يلعب، واحد بيحب يهزر، واحد بيحب يعمل مواقف مضحكه في حد، فهو ممكن يكون اصاب الطفل من غير قصد يعني وكده يعني. طب نرجع بقى لمشكلتنا. اتفضل. دلوقتي هي بصي يا منى، احنا لما بنتحط تحت ضغوطات، في ضغوطات في الحياه كتير قوي، انت بتقولي كل ست تبقى مثاليه او كل ست تعيش لاولادها وبس، في جانب احنا بنعيشه لينا كده خاص بينا احنا في حياتنا، بس في موقف بيديني على دماغي يخليني اتلم شويه. شفت اللفظ ده؟ اللفظ بلدي ولفظ. في حاجات بتوجع لما راجل يخدع ست بتوجع. انت اللي انت وجعتي قبل كده، فانت هتتوجعي كما تريدين تدان. دي حاجه معروفه، انت مش وجعتي ورميتي. انا كان نفسي اطلع عيب في جوزها. انا لا، انا لما كلمتها بالصوت، انا سيبك من الرساله بقى دي، انا لما كلمتها صوت قالت لي انا وهو ما كانش في بيننا وبين بعض حياه، كل واحد فينا في وادي. بس كان محترم وبيحترمني وبيحبني ومؤدب. بس ده مش كفايه، بس ده مش كفايه بين منا في حياه زوجيه كامله. انا ما قلتش ان ده لو ما كانش فيه روح وحياه خلاص. طب انا استنيت لي اما جبت اربع عيال، وهنقول النصيب، هنقول النصيب، عشان انت ممكن دلوقتي تقولي لي يا منى ده نصيب خلاص بتاع ربنا. حاضر، خلاص النصيب بتاع ربنا. برضه كملت ليه؟ استنيت لي اربع اولاد واكيد وصل اعمارهم مختلفه ومتفاوته ورا بعضهم. طب انا استحملت ليه طالما مفيش روح ما بيني وما بينك ومفيش حياه؟ كنت بعاملك ازاي؟ كنت بعشك وباكل من جاريك ازاي؟ ما هي دي كلها تعتبر خديعه وخيانه في العيشه والمعيشه ما بينه وما بينه. ما انا كده كنت بخدعه وكنت بخونه، وكنت اي فرصه بسرعه هتجيلي هرميه. يبقى انا اعتبر كده عندي غدر في الحياه. هو انا لو مش عاوزاه من البدايه او لو كنت مش مرتاحه معاه هسيبه تحت اي بند، هسيبه. ظهر لك حد كويس وحد ابن حلال وكلام من ده وخلاص انا سبت ده عشان ده، خلاص استحملي. عشان سبتيه خلاص استحملي، ايا كان الشخص التاني ده ظروفه ودنيته وكده استحملي. اكيد كل واحده لما بتيجي تختار قلبها بيدلها، يعني ما بتبقاش في غمامه. يعني بصي الواحده لما بتيجي للمرحله الثانيه وتتجوز ما بتبقى زي المره الاولانيه، بتبقى المره الثانيه اكثر عقلانيه. عشان كبرت في السن. مش عشان كبرت، علشان فتحت للحياه وعرفت يعني ايه راجل، وعرفت يعني راجل في حياه الواحده، وعرفت يعني ايه الحياه، وعرفت ايه الحياه الزوجيه، وعرفت كل حاجه خباياها. فما انتش جديده بقى وما انتش خام، فاكيد بيبقى عندك مدارك للامور كلها. فلما تيجي تختاري للمره الثانيه بتختاري بجد، بتختاري عقلك قبل قلبك. بتقولي الراجل كان واحد شخصيته مرموقه جدا، شخص محترم جدا، عقلاني جدا، احتواها واحتوى ولادها، حبته يا منى، حبته. قال لها ايه؟ قال لها انا مش عايز بيتي الاولاني يعرف، لان هم عنده. هي قالت لي انا مش صعيد، هو صعيدي، عندهم عادات، في عادات بتقول. قال لها الجوازه في السر؟ اه. قالت له حاضر. حبيت. قال لها مش عايز. لا يخرب بيت الحب اللي انت ماسكاه من اول الحلقه. انا هنسيكي ان احنا على الهوا تقريبا. اه والله العظيم. لا بصي 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 يا سالي، بصي يا حبيبتي بصي. ما هي لو كانت واحده بتتكلم على نفسها ان انا من غير بقى اولاد وبنات ولا صبيان وكده، خلاص اتدلعي بقى خلاص. ما انت كده كده اي موقف انت عاملاه غلط هيبقى مربوط بك انت، وبرده محتاجه حد يفوقك. لكن انا مش غلط الواحده تتنطط كل شويه من واحد لواحد. احنا في مجتمع شرقي، احنا مش في، احنا المطلقه بيتكلموا عليها، المتجوزه بيتكلموا عليها، اللي كده بيتكلموا عليها، بيتكلموا عليها. طب ما كده كده الناس بتتكلم في مين؟ ما هو لو واحدة تتطلق للمرة التانية إيه؟ بصي خلينا متفقين أنا وإنتي إن الجوازة التانية بالنسبة لأي ست تبقى نقطة حساسة قوي، خاصة لو هي عندها أولاد، لأن ما تبقاش عايزة تتطلق، لأن المجتمع اللي حواليها هيقول إيه فيها. بطبيعة المجتمع بتاعنا إنتي لو اتطلقتي هيقولوا شوفوا اللي ما بتعمرش في بيتها، كملتي مع واحد هو اتجوز عليكي يقولوا شوفوا ده اتجوز عليها عشان هي فيها عيوب، قعدتي ما تهببتيش ما اتجوزتيش يقولوا شوفوا ده معنسة وما فيش حد بيشمها، اتجوزت بدري بدري أهلها رموها. هما بيتكلموا، هما فاضيين. احنا مجتمع فاضي، ما فيش حاجه بتشغلنا، بنصحى بقى من العصر من النوم، فبندور على اي حاجه نسلي بها نفسنا وبنكمل بها يومنا، وده كله طبعا بنشيل الذنوب واللي بيحصل لنا ده مش من شويه يعني. معايا اتصال. اتفضل. منى مساء الخير. مساء النور. مساء النور. لو سمحتي عندي حلمين صغيرين. اتفضلي. لو سمحتي يا استاذه منى، انا حلمت حلم اختي عملت بيتا بس بدي بايظ. عملت ايه؟ كل اللي دقعت. لا انا بس ما سمعتش الحلم، معلش قولي الحلم تاني بعد اذنك. كيكه تقريبا. قلت ان اختي عملت كيكه. كيكه. الو. ايوه معاكي، اتفضلي.
قول حلمت ان اختي عملت كيكه بس دي بايظ، كل اللي بيدوها تفاحه، انا دقتها تفتها. بتعمل ايه؟ كل اللي بيدوها بيتفاها. دي بايظ. طيب كملي. الحلم الثاني حلمت ان في مش عارفه حصان او حمار، انا عارفه يعني لونه ابيض كده بس مش عارفه، هو متهيألي هو حصان عشان كان كبير، فايه فعايز يزقني انا وبنت عمي من ورا. بعد كده راح كانت في ناس كتيره واقفه زي طابور كده وهو كان واقف معاهم زي صف كده، فرفع لي رجلي من قدام بص لي كانه بيقول لي مش هسيبك. بيقول لك ايه؟ مش هسيبك؟ مش هسيبك. هو انت اصلا انت اصلا كسليه؟ عندك كسل شويه في حياتك؟ ممكن شويه. طيب خلاص حاضر. وعايزه اقول لحضرتك الاستفسار بس صغير خالص معلش. اتفضلي. كنت عايزه اقول لحضرتك هو الوسواس القهري ده حاجه حقيقيه ولا ده دلع؟ والله ما هو دلع. ايه؟ حاضر هجاوبك. حاضر. شكرا لاتصالك. الحلم الاولاني الكيكه وطعمها وحش وبتفاه وكلام من ده وحاجات من دي، فهو بصي القناعه مهمه جدا. هو بيدل على ان لما بتيجي اي حاجه حلوه تبسطنا شويه حتى لو مش هتيجي، فاحنا نكاديين فنقول ايه؟ طب افرض بقى لو حصل العكس. يا شيخه ما تفرحي، اضحكي على نفسك الخمس دقايق افرحي بهم اسكتي. فلا، في ناس بتستخسر تفرح. فبصي الكيكه مش جاتوه ولا تورتات ولا كده، يعني كيكه، فبيدل على ان ايه؟ بتيجي اوقات كده نتكلم في حاجه حلوه او نقول ان شاء الله. على فكره انا ممكن اروح اشتري الذهب اللي عندي بتاع الذهب كله، انا ممكن اروح اشتري الفيلا اللي ان شاء الله لما ربنا يدينا هشتري الفيلا. مجرد حته الامنيه والحلم اللي انت بتحلمي ده ممكن يفسدك 3 4 دقايق، يغير دمك، يغير جوك، يغير دنيتك، وانت الناس اللي حواليك يسمعوا لك فتبداي تديهم تفاؤل. جو كده بكش الناس بتعمله مع بعضها وهم قاعدين. لا ده هم كمان مش عارفين يعملوه، يعني حتى لو عملوه بيكسروه، فبيقولوا يا شيخه انت لاقيه. ناس واقعيين على فكره. لا مش واقعيين. لا نفرح ونضحك ونتكلم يعلم بالحلم، يمكن الكلمه اللي بتطلعها من بقك تكون مكتوبه ولا تعلمي. فلا نكون متفائلين اكتر من كده شويه. الاولاني. الحلم الثاني حصان اسود او ابيض، بتقول لك هي مش فاكره الحلم كان ايه، بيزق اهي وبتاع الناس وكلام من ده. هو هي عندها كسل، هي وبنت عمها عندها كسل، عندهم خمول في الحركه، في مش عارفه ايه، في من الناس اللي هي بقى بت فعلشان ما تطلعش بس في وسط الناس اللي حواليكم حد، حتى لو رشحكم لو انتم مش لسه مش متجوزين او لو انتم متجوزين، فمحدش يقول ايه ده بروتات يا شيخه وما بيتحركوا كلام من ده، الكلمه الشهيره بتاعه الكل يعني. فلا محتاجين حركه. ولو في مشكله ما صحيه اعملوا تحاليل الغده الدرقيه، ممكن يكون عندكم كسل فيها وكده، وتشوفوا دنيتكم فيها ايه. معنا اتصالتين. كان عندها حاجه ثانيه، الوسواس القهري. الوسواس القهري بس ناخد مريم ونرجع نتكلم عن الوسواس. اتفضل مريم. مساء الخير مريم. مساء الخير مساء الخير يا مريم. الو سامعانا يا مريم كويس؟ لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا انا حلمت يعني في المنام سنه اتجلعت ومسكاه في ايدي سنه، وقعدت يعني 15 يوم ثاني، وحلمت يعني حماتي ويعني واحده هتحضن يعني مش حماتي هي هتحضني وراحت الجنه في الشارع في الشمال ولا في اليمين. استاذنك استاذنك ممكن تعيدي الحلم تاني؟ بصي انا حلمت لو سمحتي سنت اتجلعت وانا ماسكاها في ايدي، سنتها وقعت وماسكاها في ايدها 15 يوم و15 يوم تاني كده يعني ما عرفتش يعني 15 ولا اكتر، وحلمت يعني واحده تحضن وتديني فلوس بس انا ما اتخفتش يعني ما خدتني حماتي ورايا. حاضر الحلم. حاضر شكرا لاتصالك. استاذه منى هترد عليكي حالا. السنه هو بيدل على السنه الكبيسه او السنه المتعبه، اتخلعت في ايدها، فبيدل على ان في سنه خلاص كانت فيها مشاكل وجع والم وكده انتهت عليها ان شاء الله. الواحده اللي في ايدها فلوس فهو بيدل على الفلس، بيدل على ان احتياجها للفلوس ومحتاجه ان شاء الله بالفعل فلوس، او بيدل على ان هيحصل حب وترابط بينها وبين اهل الزوج اكتر. معانا اتصال تاني. اتفضل. علي مساء الخير. طب شكرا لاتصالك وحاول تتصل بينا تاني يا علي. هناخد فاصل ونرجع لهم تاني على طول. اتفضل. اعزائي المشاهدين هنخرج فاصل ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين ونكمل حلقتنا منا والناس. طبعا قبل ما نطلع فاصل كنا في بس متصله قالت على الوسواس القهري.
بتقولك ده حاجه ده فعلا موجود الاستاذ القهري ولا لا؟ طبعا بصي الاستعاذه بالله مش طرج مطلوبه، مش عارفه انت بتصلي ولا ما بتصليش، لازم تصلي. لما تحس ان في حاجه دايما بتوديك الحاجه مش كويسه وكده، عشان بس في ناس بتبقى خايفه قوي لما نفتح في القصه دي شويه. حاولي تستعيذي دايما وانت قاعده بالله مش طرج، الاستغفار باستمرار، الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام باستمرار. قومي صلي لما تحس ان في حاجه دايما بتوديك الحاجه وحشه، قومي اعملي، قومي خلي، قومي سوي كده وكده، عرفي ان ده وسواس. تنك قايمه مصليه وركعتين وتستغفر ربنا، وصدقيني كل حاجه هتنتهي ان شاء الله. معنا اتصال، اتفضلي. ايه مساء الخير ام ايه، مساء الخير. السلام عليكم. استاذنك توطي التلفزيون الاول يا ام ايه. تمام. ايوه ايوه اتفضلي اتفضلي. ماشي. كنت انا صغيره تماما، الحلم ده حلمت لي 5 مرات. كنت اشوف ابويا وفي واحد من الناس اللي هم بتاعين ربنا. كنت دايما الاقي نفسي في بيت واحد مسيحي قاعد على شجره، يا اما مانجا يا اما تفاح، مره اشوفها كده ومره اشوفها كده. فكنت دايما واحد مسيحي قاعد على شجره. لا انا كنت دايما في بيت واحد مسيحي جنبي عنده شجره لوز. بيت مسيحي جنبهم جارهم، واحد جارهم. كنت اشوف شجره لوز، هو زرع اساسا شجره لوز. شجره اللوز دي انا مره كنت اشوفها مانجا في الحلم، تمام، ومره تفاح. فكنت دايما اطلع على الشجره واجيب المانجا واجيب التفاح، وفي الاخر ابويا يجيب حد ماسك. الحلم ده كنت احلمه وانا طفله. انا حاليا عندي 30 سنه بس حلمته 5 مرات. هو انت تعبانه ولا حاجه؟ ايه؟ انت تعبانه ولا حاجه؟ تعبانه؟ لا 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 مش تعبانه، لا بس انا بعد حاليا دلوقتي تعبانه، بس انا ما كنتش تعبانه. لما انا بقول لك انت دلوقتي انت تعبانه؟ عندك ايه؟ والله انا عندي ضيق نفس، بس كل ما اروح للدكتور مفيش فايده. ربنا يعافيكي ويرفع عنك يا رب. وفي حلم تاني معلش لو سمحت. اتفضل. حلمتي انا واخويا قاعدين في المقابر، ومعانا حاجة كده صغيرة بنحفر بيها، لقينا سمكة بس سمكة بايظة، وجوه السمكة خاتم ذهب. وأخويا لبس الخاتم وركب عربية ووقف كده قدام حتة سيدي عبد الرحيم الجناوي في جنة. شفته واقف هو لابس الخاتم والخاتم عمال ينور. بس كده بس فسري لي الحلم اللي هو بتاع ايه؟ اللي أنا دايما كنت أحلم إن أنا قاعدة في بيت واحد مسيحي وكده. حاضر. شكرا لاتصالك، واستاذه منى هترد عليكي. حلم الاولاني في بيت واحد مسيحي، المسيحي يعني النصراني، يعني ربنا ينصرها ان شاء الله على اعدائها وكلام من ده، وان كان في مكائد لها كثيره جدا، وهي بهدوءها وادبها بتنتهي. الشجره اللي كل شويه بتختلف من المانجا وكلام من ده، فهو بيدل على ان هي ما شاء الله عليها ليها مواقف رجوليه كثيره جدا، وبيدل على ان هي يكون معاها حد سند وقوه زي الاب كده، او هو الاب بالفعل، يعني هتمشي على سمعته وهتاخد خطوته. وهتحيا في الدنيا بشكل كريم يعني، ولكن هتبقى فيها شوية يعني تعب صحي زي هي دلوقتي، فإن شاء الله ليكي. يعني أنا شايفة أن أنت ليكي خطوة مع طبيب أو مع حد، لازم تاخدي الإجراء ده سريعا جدا وبسرعة، علشان أنا خايفة عليكي من اللي جاي. فربنا حبيبتي يحفظك يا رب. الحلم التاني هو ده بيدل على تنقيب أثار أو مشي في قصة أثار وحاجات من دي، فربنا يحفظك يا رب العالمين. حلمها يدل ان في مرض جاي لها، او في مرض هتكتشفه قريب. ما قلتش مرض، قلت ان هي اصلا دلوقتي هي تعبانه، ولكن ناخد الاحتياطات اللي جايه. ما انت اصلا عندك دلوقتي امراض مشكله بتسيب الرئه ودوشه وكده، هي اصلا تعبانه، فهي مش هتبقى مستحمله حاجه. ربنا يحفظها يا رب العالمين ويحميها يا رب. لكن لازم تشوفي نفسك وتكشفي على نفسك من دلوقتي، وتشوفي الدنيا فيها ايه، وتحاولي انك تاخدي الاحتياطات. فربنا يحفظك حبيبتي. استاذنك معانا اتصال تاني. اتفضلي. ام محمد مساء الخير. مساء النور. مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك توطي التلفزيون يا ام محمد واسمعينا من التليفون بعد اذنك. حاضر. معلش انا عندي 3 احلام عايزه احكيهم للاستاذه منى لو سمحت. اتفضلي. انا كنت قبل الفجر كده حلمت ان فوق الطاقه لي في البلكونه، وانا متكتفه وبشاور عليها بصبعي كده، عمال اقرا عليها ايه الكرسي. مين اللي متكتفه؟ بتشاوري على ايه؟ على قطه. على قطه ونيدي في البلكونه.
وانا بقرا عليها ايه الكرسي وانا بشاور عليها كده بصباعي، بس جسمي كله متكتف زي ما اكون متربطه بحبل جامد. استنى انا بقرا ايه الكرسي او ما الاقي راحه نسبيه في جسمي، بس التكتفه بتزيد عليا. الحلم ده اتكرر قبل الفجر وبعد الفجر. طب ناخد ده الاول ان شاء الله. تيجي تقولي بقى حاجه بصراحه، عايزه اسالها على حاجه تقولي بصراحه، ايه رايك؟ لا اتفضلي. انت نسبه جمالك وحلاوتك كام في الميه؟ هتقولي 100% دلوقتي. يلا. والله انا مش مقتنعه يعني. انت مش حلوه خالص. حلاوه انا عايشه عادي كده. يعني انت مش حلوه كده واموره وسمباتيك وحاجات من دي؟ ممكن. ممكن بس الستات. بتبصي في المرايه كتير؟ لا مش كل الاوقات، بس يجي عليا اوقات كان شيء بيشدني المرايه. بتبقي مجنونه مرايه مش كده؟ لا لا لا. بتلبسي حاجات معينه وقت تعبتي فيه جامد فبلاقي حاجات بتشدني للمرايه. طيب حلو، يبقى انت عشان هي جميله اصلا بتبصي في المرايه فهو غصب عنها. طب بتلبسي لبس معين وانت رايحه تبصي في المرايه؟ يعني بتحبي تشوفي في المرايه وانت جسمك لابساه عليه حاجه معينه؟ لا ابدا، بالعكس ده انا ملتزم. انت ايه؟ ملتزمه. انا ملتزمه، انا منقبه. ملتزمه هو انا بقول لك بتقول لك في البيت في بيت البيت. هو انا بقول لك انت طلعتي اللي بتلبسي في البلكونه ولا مش فاهماني برضو؟ انا مش يعني مش القصد مش عند الحاجات دي. منتقبه تلبسي اللي انت عايزاه؟ ده المنتقبات اكتر ناس بتتدلع في بيوتها. لا لا ابدا انا مش كده ابدا. امال بتدوسي في المرايه ليه؟ لا هو كان يجي عليا فتره كنت انا تعبانه فيها. ما احنا عايزين الحته دي بقى، ما احنا عاوزين دي، عايزين الحته الصغنونه دي. خليكي بقى معايا، مالناش دعوه بالايام الحلوه دي اللي فيها الالتزام، عايزين الحته دي. الوقت اللي كان بيجي حاجه بتشدك للمرايه، اما كنت بتروحي للمرايه كنت بتبقي لابسه ايه؟ باصه لنفسك معجبه ايه في نفسك؟ لا ببص الاقي ببص لنفسي كده وخلاص. تقولي يا بنت ده انت حلويت، يا بنت انت حلوه، يا بنت مش عارفه ايه، حاجات من دي زي الستات اللي بيعملوها. لا والله يا استاذه منى انا ببص كده وخلاص. يا قلبي يا قلبي حاضر. بصي القطه المتكتفه وانت وبعد كده تقري ايه الكرسي. مش القطه المتكتفه، انا اللي متكتفه والقطه بتبص لي. طيب بصي بيدل على ان واحده معجبه بنفسها قوي وبتحب المرايه قوي واتصابت بمس من المرايه. ها سامعاني؟ سمع حضرتك. فانت عندك مشكله دلوقتي، يبقى العلاج ايه في المشكله اللي هي عندي؟ ان انا المرايه اللي في اوضه النوم. الكلام ده كان من 5 سنين فاتوا. انا ها الحلم الثاني بقى اللي انا حلمته الاسبوع اللي فات او من طب هي بتفصل لك لسه الاولاني. طب اعالج المشكله. لسه تعالج المشكله اللي عندك الاولانيه. والله انا بحبك من غير ما اعرفك. طب اشوف الاول المشكله. طيب المرايه انت مش عايزاني اقول لك غطي المرايه صح؟ لا اتفضلي عادي. انا امال انا متصله ليه؟ طب يا حبيبتي يبقى المرايه نغطيها اللي في اوضه النوم لما تيجي تنامي. متغطيه والله، وانا حاليا بتعالج وباخد برنامج علاجي معاك. حبيبتي يعني انت فعلا عارفه انك عندك مشكله؟ اه. طب يا حبيبتي. لا انا بقالي 5 سنين وانا تعبانه. طيب ما احنا كنا عايزين نفك نشوف المشكله ايه. لما انت رحت لمعالج قال لك عندك ايه؟ ده هم قالوا كتير، قالوا ان في سحر تفريق وسحر مرشوش وفي الله يسامحهم برضو. الله يسامحهم. لا هم دايما بيحبوا يحبكوا الدنيا شويه. لا انت عندك مس بس، ما عندكيش سحر خالص، ما فيش عندك سحر. انت عندك مس. يا جماعه اغلبيه القطط اللي بتيجي في الاحلام القطه دايما في الحلم بيدل على المس او العشق من الجن يعني. او بيدل على الواحده اللي معجبه بجمالها ومدمنه مرايات، او بيدل على الواحده بتكيد واحده عشان حلوه، فدايما رايحه للست، مشكله عند الست. ان هي في الاخر متكتفه وفي البلكونه والكلام ده، فهو بيدل على ان واحده بصت في المرايه اكتر من مره فحصل لها نوع من انواع المس. هو ايه كان عرفني ان هي بتتعالج او ما انا قلت لسه ما شاء الله عليكي. اه فهي عندها مشكله، هنغطي المرايه، هتمشي ببرنامج علاج معين، هتركي نفسك انت بالرقيه الشرعيه اللي يقول لك عندك سحر عندك سحر عندك سحر. هم دايما حته السحر اللي هي سري اغلبيه المشايخ الله يهديهم يا رب العالمين عشان يعملوا ليله كبيره بقى. فما فيش عندك سحر خالص خالص من الحلم بتاعك. ولو في مرايه في الحمام لو انت داخله ما تبصلهاش خالص عشان انت في تراكم عليكي شديد جدا. فربنا يحفظك يا رب. عايزاكي بقى تقولي لصاحبه المشكله اللي بعتت لنا حل للي هي فيه. هي خلاص حياتها. انت قلت لها ايه يا سالي؟ طيب انا وجهه نظري قلت لها السعاده مش راجل. عمره ما السعاده كانت راجل. خلاص ان خسرت 2 او انا اساسا اتطلقت خلاص مره. صح. الثانيه اتغدر بيا او هو رماني اللي فات خلاص مات زي ما بيقولوا. ابدأي حياتك والسعاده مش راضيه. دي كانت كلمتي ليها. قالت لي انا مش عارفه انساه، انا موجوعه لدرجه ان هي بقول لك بتكلمني انا مش فاهمه نص كلامها من عياطها. موجوعه يا منى، يعني انا حسيت بيها وانا بتكلم معاها. والله العظيم
سالي دي هضربها في يوم من الايام على على ده موجوعه يا منى. ما هو لو هي لوحدها يا سالي، لكن انا معاها اربعه اطفال يا حبيبتي، يعني معاها اربعه اكيد بتحبهم، اكيد اكيد بتعوض الحب اللي هو حب الراجل. كلنا بنحب ولادنا، بس في جزء خاص بينا احنا كستات يا منى، يعني انا ست وانت ست وهي ست، كل ست فينا مهما كانت غريبه يعني عشان جواها. عشان راجل راح اموت نفسي واسيب اربعه، ما دي ما دي مأثرة فيا يعني. بصراحه انت خرجتيني عن النصيحه الاساسيه، لكن برضو واجب علينا ان احنا ننصحها ونفهمها الدنيا فيها ايه. انت خدت فرصتك مره، طلع حد ابن حلال كويس، لكن احنا مش مرتبطين عاطفيا ونفسيا وجويا والكلام ده كله. حد محترم انك انفصلتي منه، خلاص خلاص كده كويس كلامي ولا في حاجه؟ لا تمام. ندخل في المرحله الثانيه، اتجوزتي واحد سيدي الناس كلها، حد كويس وحد عنده فلوس وحد مرموق وحد 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 وحد، وقال لك مش هنعلن جوازنا، وانت قلت له حاضر، بعد 10 سنين هنعلن، بعد 5 سنين هنعلن، حاضر، وانت حبيت الوضع خلاص، فانت رخصت نفسك. ليه ما تقوليش ان هي عشان حبته فحبت تتجاوب معاه او يبداوا مع بعض واحده واحده؟ طيب هسمع كلام سالي، حاضر، طالما هي حبيته فهي قالت له حاضر، خلاص مفيش مشكله، اهو هي قالت له حاضر. في الاخر لقاها ان هي، بصي كتر التنازل فبيدي الحق والاحقيه للشخص اللي قدامك ان انت عادي مالكيش حق. يعني الست لما تحب واحد وعنده ظروف ما تستحملش ظروفه يا منى؟ ايه نوع الظروف؟ ايه نوع الظروف؟ مش عايز يقول لاهله. الظروف لها مليون شكل ونوع، مش عايز يقول لاهله؟ وهي رضت؟ عاداتهم وتقاليدهم في الصعيد، بتقول لك في عادات والتقاليد في الصعيد لحد النهارده، المشروطه مربوطه، خلصت، انا وافقت خلاص، اتحمل الموافقه بتاعتي، وعشت كام يوم حلوين خلاص، انا في الاخر ابتديت ازن، ويبقى يحصل عندي عمليه نوم مراده في حياتي، واقول له لا انت لازم تقول لاهلك وي خلاص، يبقى هو هيقول لها باي باي، دي حاجه معروفه، لان انا داخل بشرط اصلا، فالراجل بعد ومشي. طب انا دلوقتي خلاص هو سابني ومش عاوزني، انا معايا اولاد، خلاص اعيش لاولادي، ما تقولوش انتحر، استغفري ربنا، استغفري ورجعي لربنا وتوبي لربنا. انت كنت بتقولي عايزه ترجعي لجوزها الاولاني؟ ما عرفتش. طب تعالي تعالي نعمل عليه لعبه صغيره، يا رب ما يكون سمعنا. ايه رايك تخلي الاولاد يتواصلوا معاك كتير قوي بكثافه كبيره جدا، ويحاول يشوفك ان انت ملتزمه وعندك ندم وعندك توبه وعندك حال التغيير في شخصيتك خالص، والاولاد يتواصلوا معاهم، يمكن الاولاد سبحان الله يكونوا هم الهمزه او هم الرباط اللي هيشدوكوا لبعض تاني، وانت اللي تزق العيال مره واثنين وثلاثه واربعه، ده انت لو عايزه ترجعي وعايزه بقى تاخدي ولادك في حضنك. وبالتالي انت في مره في مره في مره في مره يجي يرن على الاولاد، انت تاخدي التليفون انت اللي تردي، حركات من بتاعت الستات دي، يعني الستات معروفه بالكد والحاجات من دي، فانت اكيد ذكيه وواعيه. لو فكرتي تتجوزي للمره الثالثه ما تاخديش الخطوه بسرعه، واعملي حساب ان انت معاكي اولاد وسمعتهم هم اللي جايه ومستقبلهم هم هو اللي جاي، واحنا في مجتمع ما بيرحمش، فخلي بالك وربنا يحفظك ويسونك يا رب العالمين. وتواصلي مع سالي لو في اي حاجه، لو في محتاجه ان انت خطوات معينه تمشي بيها في حياتك هنقولها لك انا وسالي، وقولي يا رب. بشكرك جدا، حلقتنا انتهت بسرعه جدا للاسف. اكيد هيبقى في بقى حلقات تانية كتير ومشاكل تانية كتير ومشاكل ما بتخلصش اللي هتجينا. طبعا ربنا يحفظنا جميعا يا رب. نورتي برنامجك يا منى، وانا سعيده ان انا معاكي حبيبتي يا سالي، وانا بحبك جدا، وسالي من الناس الجميله قوي قوي اللي انا بحبها بجد، وانا بموت فيكي والله على مستوى شخصي وعلى المهني كمان، مخلصه في الرساله بتاعتها ومع الناس وبتحب تساعد الجميع. ولكن هي بتضايقني في بعض الحاجات، لكن بحبها برضه. انا اللي بموت فيكي. وربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين، وان شاء الله النهارده تكون الحلقه خفيفه، وبرضه صاحبه المشكله تواصلي مع سالي ونتواصل مع بعضنا ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا النهاردة، انتظرونا في حلقات قادمة ومنا والناس.